حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. دبابة حوثية في أيدي الجيش الوطني بعد قيادة خاطئة لسائقها. الحوثيون يعذبون مواطنا من سكان عدن حتى الموت. في جولتنا الرياضية، المصريون يعرضون تذاكرهم للبيع. أهلا بكم. يتحدث موقع عدن تايم عن قيام ميليشيات الحوثي بتعذيب مواطن من سكان عدن حتى الموت، وعنون الموقع: الحوثيون يعذبون مواطنا من عدن حتى الموت. وقالت مصادر عدن تايم: مواطن من أبناء عدن تم إيقافه واختطافه في مفرق الراهدة بتعز أثناء عودته إلى عدن من إب، حيث يعمل المواطن في محل حلويات بإب. وأفادت مصادر طبية في مستشفى الثورة بإب أن المجني عليه ويدعى بسام عبد الحافظ عيسى، يبلغ من العمر 35 عاما، توفي بعد تعرضه للتعذيب بطريقة وحشية، مؤكدة وجود آثار في أنحاء متفرقة من جسده تبين تعرضه لصاق كهربائي. وقال المصدر الطبي نقلا عن أحد أقارب المجني عليه إن بسام كان عائدا من إب في 25 من رمضان، حيث توجه نحو عدن لقضاء إجازة العيد مع أولاده، وعند وصوله مفرق الراهدة تم إنزاله من على متن سيارة أجرة، وأخذ منه الجوال ومبلغ 100,000 ريال والأغراض التي كانت بحوزته. بعدها انقطع الاتصال به، وأوضح المصدر أنه كان مخفيا لقرابة 15 يوما، ليتبين فيما بعد أن الميليشيات قامت بنقله من سجن الراهدة إلى سجن مدينة الصالح الذي توفي فيه جراء التعذيب، لينقل خامس أيام العيد جثة هامدة على متن أحد الأطقم إلى مستشفى الثورة. وذكر المصدر الطبي في مستشفى الثورة بإب أن حالات كثيرة مشابهة يتم إيصالها إلى المشفى من قبل الميليشيات، ويتم تهديد الأطباء ومنعهم من كتابة أي تقارير طبية عن حالات التعذيب حتى الموت. كيف تموت الديمقراطية؟ دروس من صعود المستبدين بالدول الضعيفة. تحت هذا العنوان نشرت مجلة الإيكونوميست افتتاحيتها، وقالت في جزء من الافتتاحية التي ترجمها علاء الدين أبو زينة: هل الديمقراطية في ورطة؟ بعد مرور 30 عاما على إعلان فرانسيس فوكوياما نهاية التاريخ وانتصار الديمقراطية الليبرالية، لم يعد طرح هذا السؤال غريبا في واقع الأمر. فالولايات المتحدة التي كانت منذ فترة طويلة منارة للديمقراطية يحكمها رئيس يدوس على أعرافها وقواعدها، ويقوم شي جين بينغ بتوجيه دفة الصين السلطوية نحو نظام حكم الرجل الواحد. وفي كل أنحاء العالم الناشئ يتقدم الرجال الأقوياء والمستبدون. يقوم نظام نيكاراغوا بقلع أظافر أقدام المتظاهرين، ويوشك فلاديمير بوتين على جني ثمار انقلاب دعائي ضخم من مسابقة كأس العالم التي تقام في بلده. تظهر مؤشرات صحة الديمقراطية تدهورا مزعجا منذ الأزمة المالية عام 2007 و2008، ويظهر مؤشر نشرته حديثا وحدة استخبارات الإيكونوميست تراجع الديمقراطية في 89 دولة في العام 2017 مقارنة ب 27 دولة تحسنت فيها فحسب. وتجد بعض الدراسات الاستقصائية أن أقل من ثلث الشباب الأمريكيين يعتقدون أن من الضروري العيش في نظام ديمقراطي. ولا عجب في أن يشهد هذا العام طفرة في الكتب التي تحمل عناوين مخيفة مثل كيف تنتهي الديمقراطية والشعب في مقابل الديمقراطية. ينبغي وضع هذا التشاؤم في السياق، إنه تغير حديث في وجهة سير الديمقراطية بعد تقدم ملحوظ حققته في النصف الثاني من القرن العشرين. ففي العام 1941 كان هناك نحو دزينة من الديمقراطيات فقط، وبحلول العام 2000 لم تكن هناك سوى 8 بلدان فقط لم تقم بإجراء انتخابات على الإطلاق. وأظهر استطلاع واسع النطاق شمل 38 بلدا أن 4 من أصل 5 أشخاص يفضلون نمطيا العيش في نظام ديمقراطي. هروبا من المعارك، لجأت ميليشيات الحوثي إلى حفر شوارع مدينة الحديدة، وأثناء عمليات الحفر دمرت شبكات المياه. وعنون موقع المشاهد نت: الحديدة، انقطاع المياه عن الأحياء السكنية ونزوح مئات الأسر. وقال الموقع إن المعارك الضارية التي تدور جنوب مدينة الحديدة دفعت آلاف العائلات للنزوح هربا من جحيم الحرب، فيما لم تستطع أسر أخرى النزوح بسبب أوضاعها
المادية الصعبة. وقال سكان محليون للمشاهد إن الوضع في المدينة بات مأساويا بعد انقطاع المياه عن عدد من أحيائها بسبب تضرر شبكة المياه نتيجة حفر مسلحي الحوثيين لخنادق كبيرة في شوارعها. وأضافوا أن معظم المحلات التجارية والمطاعم ومحطات الوقود أغلقت أبوابها خوفا من امتداد المواجهة إلى وسط المدينة التي باتت شوارعها شبه خالية من المارة. وكشف ناشطون أن نحو 20% من الأسر التي تقطن مدينة الحديدة نزحت إلى محافظات صنعاء وإب وحجة والمحويت هربا من جحيم الحرب، فيما لا تزال المدينة تشهد موجة نزوح كبيرة بالتزامن مع استعدادات الجيش لاقتحامها. وعن ذات الموضوع عنوان موقع مأرب بريس في صفحته الرئيسية: ميليشيا الحوثي تسرع من وتيرة نهبها لتجار الحديدة. وأفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تسيطر على ميناء الحديدة نهبت حاويات بضائع تابعة لتجار في المحافظة. وأكد تجار محليون أن ميليشيا الحوثي قامت بنهب عدد من الحاويات التي تقل بضائع وسيارات خلال الأيام الأخيرة، تزامنت مع التقدم المتسارع لقوات الشرعية صوب المدينة. وذكر التجار أن مشرف الميليشيا في الحديدة المدعو أبو علي هو من يقود عمليات النهب لبضائع التجار في الميناء. عن حفر شوارعها وتحويلها إلى خنادق للموت كتب وليد علوان عن مدينة البساطة والطيبين الحديدة التي تعيش أصعب مراحلها، وأضاف في مقال نشره في موقع المصدر أونلاين: الحديدة المدينة المسالمة التي تحتضن كل من يأتيها دون التدقيق في لونه أو لهجته، سخية بما في يدها وإن كان موضع نومة على الرصيف بأمان. كانت الحديدة الملاذ الآمن للخائفين، وحتى وقت قريب كان البعوض والطقس الحار المضجر هما أشد ما يخافه من يتواجد في الحديدة، والناموسية قد تكفي للتعامل مع البعوض، كما أن أسحار المدينة الباردة ومآذنها الندية تخففان من وطأة قيد الظهيرة وتسلمانك لبعضها في تتابع يجعلك لا تمل البقاء في مدينة تجعل قلبك باردا على الدوام. المدينة التي تحتضن أكبر عدد من التجار، إذ بإمكانك أن تبدأ فيها بدكان صغير في حارة داخلية تبيع فيها للبسطاء الرز بالكيلو والجاز بعلب الصلصة لبعض الوقت، وتصير بعد ذلك تاجرا دون الحاجة لشراكة متنفذ أو حماية من اللصوص. كن إنسانا سويا وستتكفل الحديدة بما يتبقى بعد ذلك. لم تعد الحديدة تعاني من البعوض والحر فقط، فقد هبط إليها قبل 4 سنوات سكان الكهف وراحوا يلتهمونها ويفسدون فيها كل شيء جميل وسط ذهول أهلها الطيبين. وكشان أي ظاهرة دخيلة، تشتغل سنة الحياة حثيثا على زوالها وتطهير الحديدة منها. إنهم لا يملكون غير نهمهم لتملك رقاب الناس وسلب ممتلكاتهم وإخراس كل صوت معارض، وكعادتهم يهتدون لوسائل الحرب الأشد خسة. فقد نبشوا شوارع المدينة وأحالوها خنادق وحدائق ألغام، كما نصبوا قناصيهم على المنازل، بما يعني تحويل سكان المدينة إلى رهائن والاستعداد لتحويل المدينة إلى خرابة. كان يقود دبابة ويبحث عن مكان مناسب ليقصف منها قوات في الجيش الوطني في الجوف، وحين استمر في السير بها لم يدري إلا وقد أصبح في قبضة الجنود الذين أراد قصفهم. وعلق موقع المصدر أونلاين: دبابة حوثية في أيدي القوات الحكومية بالجوف بعد قيادة خاطئة لسائقها. وقال الموقع: وقعت دبابة لميليشيا الحوثيين في أيدي القوات الحكومية بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن يوم الأربعاء. وقال مصدر عسكري إن القوات الحكومية تمكنت من أسر 2 من الحوثيين كان على متن دبابة. وأوضح المصدر أن سائق الدبابة ومسلحا آخر بجواره أخطأ طريقهما ولم يجدا نفسيهما إلا في أيدي القوات الحكومية التي ألقت عليهما القبض واستولت على الدبابة. يسيطر مراهقون حوثيون على منازل صالح وأقاربه في صنعاء بعد نهبها منذ أن قتلته الجماعة في ديسمبر من العام الماضي. ويعنون موقع يمن مونيتور: الحوثيون يسلمون منازل صالح وأقاربه في صنعاء لمراهقين. ونقل مراسل يمن مونيتور في صنعاء عن سكان تحدثوا عن تسليم المراهقين مقاليد السيطرة الكاملة لمنازل وعقارات وأملاك تابعة للرئيس السابق صالح وأيضا ممتلكات أقربائه وعقاراتهم. ولفت المراسل إلى أن الجماعة قامت بتفريغ منازل صالح وأقاربه من جميع الآليات العسكرية والأسلحة
الأسلحة والمعدات القتالية إلى جانب الآثاث ومقتنياته. يضيف الموقع: لجأت جماعة الحوثيين للمحاكمة القضائية أو للمحاكم القضائية الخاضعة لسيطرتهم للاستحواذ على جميع أملاك وعقارات صالح وأقاربه. إذا بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في جولتنا بين أهم ما تناولته الصحف الفرنسية الصادرة اليوم. عنونت صحيفة لوموند بأن الإمارات العربية المتحدة متهمة من جديد بممارسة التعذيب في اليمن، حيث أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بوجود حالات جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها جنود إماراتيون أو حراس يمنيون تحت إشراف ضباط إماراتيين. وفي 20 من يونيو نشر تحقيق لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء من داخل سجن يمني تسيطر عليه الإمارات العربية المتحدة عن فنان يمني تم اعتقاله دون توجيه أي تهمة إليه، قام بتسريب رسوم تعرض التعذيب وأعمال العنف الجنسي التي يرتكبها جنود من دولة الإمارات يعملون فيها وأفلتوا من العقاب. تم تهريب الرسوم إلى وكالة الأسوشيتد بريس من سجن بير أحمد في مدينة عدن الجنوبية، وتقدم هذه الرسومات لمحة عامة عن انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى جنود إماراتيين أو حراس يمنيين تحت إشراف ضباط إماراتيين. توضح أن العنف الجنسي وسيلة لمعاملة المحتجزين بوحشية والحصول على اعترافات كما قال الفنان وستة معتقلين آخرين للوكالة. وبحسب الوكالة يتم تنفيذ أعمال التعذيب الجنسي بأربعة مواقع في عدن، تقع الأولى في قاعدة البريقة التي تعتبر المقر الرئيسي للقوات الإماراتية، والثانية في منزل شلال شائع رئيس أمن عدن المرتبط بدولة الإمارات، والثالث في سجن يدعى وضاح، والرابع هو سجن بير أحمد. تتواصل المعارك في محافظة الحديدة الرامية لسيطرة الجيش الوطني عليها، لكن ماذا عن المدنيين هناك؟ والتي تقول صحيفة العرب الجديد: سكان المناطق والأحياء القريبة من ساحة المواجهة في مدينة الحديدة ينزحون إلى أماكن آمنة داخل المدينة وخارجها هربا من المعارك. سكان محليون أكدوا أن مئات الأسر نزحت من منطقة الربصة وحارة اليمن غرب مطار الحديدة إلى مركز المدينة خوفا من القصف والقذائف والاشتباكات العنيفة التي تدور في تلك المناطق. غادرنا منزلنا مع المئات من سكان حارة اليمن في مدينة الحديدة بسبب القصف والاشتباكات العنيفة، يقول النازح ماجد سعيد، لكن كثيرا من الأسر لم تتمكن من مغادرة مساكنها وأغلبها تعاني ظروفا معيشية صعبة. يضيف سعيد أن ميليشيا الحوثي قامت بحفر خنادق في محيط الحي الذي نسكنه بغرض عزله عن المناطق المجاورة، فقررنا المغادرة قبل أن تحتدم المعارك في الحي. من جهته قال أحد الناشطين الحقوقيين في الحديدة للعرب الجديد إن بعض العائلات التي تعيش في مناطق المواجهة استطاعت النزوح إلى مناطق آمنة، إلا أن المئات منها لا تزال غير قادرة على النزوح لعدم توفر تكاليف الانتقال أو لعدم القدرة على إيجاد سكن بديل. لماذا يشتاق العرب لجمال عبد الناصر؟ تحت هذا العنوان كتب شفيق الغبرة مقاله المنشور في القدس العربي مضيفاً: عندما مات عبد الناصر لم يشهد العالم العربي جنازة لرئيس أو قائد أو ملك بهذا الحجم، لقد تداخلت المشاعر في وداعه، لهذا كانت جنازته لا تقل عن 5 ملايين في القاهرة، بينما ملايين أخرى زحفت نحو القاهرة من أرياف مصر سيرا على الأقدام لأجل وداعه. وداع عبد الناصر انتشر في طول وعرض الوطن العربي، فقد عم فيها الحزن والعزاء والصمت وأغلقت الأسواق طوعا. يشتاق العرب لجمال عبد الناصر لأن سياسات من جاءوا بعده نشروا الظلم وقزموا العدالة وفككوا العرب وتخلوا لأجل السلامة عن المشروع العربي، بل دفعوا العرب مجددا للوقوع فريسة قوى الاستعمار والرأسمال العالمي. في ظل سقوط العدالة والسعي لتصفية القضية الفلسطينية وحصار غزة
الذي تشارك به مصر العربية منذ سنوات، من الطبيعي أن يزداد شوق العرب لعبد الناصر. لا أعتقد بإمكانية إعادة استنساخ مرحلة ناصر، لكن بالمقابل لا تعكس هذه المرحلة أيا من احتياجات العرب وأمانيهم. منذ 2011 ترتفع صور عبد الناصر في الميادين العربية مطالبة بإصلاح حال العرب وتأمين العدالة والحرية في بلادهم ودولهم. العرب تواكون لمشروع يحميهم من الظلم وينير مستقبلهم ويضمن لهم مكانتهم بين الشعوب ويضعهم في طريق الحرية والعدالة والديمقراطية. سيبقى جمال عبد الناصر كزعيم عربي تاريخي ألهم العرب وأخلص لهم، كما وحرك شعوبهم في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، مصدر إلهام لحركاتهم المعارضة ولتياراتهم الإصلاحية الباحثة عن مستقبل مختلف عن واقعهم الراهن الذي يسوده البؤس. يستدعي العرب من قاعهم الراهن جمال عبد الناصر بصفته صانع حلم وكاسر قيد ومؤسس مشروع. المصريون يعرضون تذاكرهم للبيع، عنوان رياضي مثير لصحيفة البيان، حيث يبحث عدد كبير من الجماهير المصرية سواء التي حضرت من القاهرة أو التي تعيش في روسيا ودول أوروبا المحيطة إمكانية بيع التذاكر الخاصة بهم لمباراة مصر والسعودية التي تقام الاثنين المقبل في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم. ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره السعودي بمدينة فولغوغراد الروسية بختام لقاءات المجموعة الأولى عقب وداع المنتخبين بشكل رسمي للبطولة. وبدأت الجماهير في البحث عن مشترين لتذاكر المباراة الأخيرة، خاصة أن اللقاء أصبح بلا أهمية، ويرى الجمهور أنه من المستحيل السفر لساعات طويلة نحو فولغوغراد وحضور المواجهة غير المهمة على الإطلاق. وفي خبر آخر قالت الصحيفة إن المنتخب المغربي ودع بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا بعد هزيمته الثانية وخسارته أمام نظيره البرتغالي 0-1 على ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية. هدف الفوز للمنتخب البرتغالي جاء بعد 3 دقائق فقط من بداية المباراة، وسجله النجم كريستيانو رونالدو لينفرد مجددا بصدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف. وجاءت الهزيمة التي حسمت الخروج من الدور الأول بمثابة صدمة قوية للمنتخب المغربي وجماهيره، بعد أن قدم منتخب أسود الأطلس واحدا من أفضل العروض منذ بداية المونديال وتفوق على نظيره البرتغالي في الناحية الهجومية. المنتخب البرتغالي رفع رصيده إلى 4 نقاط، حيث افتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع إسبانيا 3-3، بينما ظل المغرب بدون رصيد من النقاط، حيث خسر مباراته الأولى أمام إيران 0-1. رياضيا وليس بعيدا عن كأس العالم والبرتغال أيضا، فسخ 7 لاعبين عقودهم مع فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، والسبب يعود بحسب موقع شبكة البي بي سي إلى وقوع هجوم أصيب فيه اللاعب الهولندي دوست في رأسه في ملعب للتدريب تابع لفريق لشبونة، وذلك بعد عجز الفريق عن حجز مكان في دوري أبطال أوروبا في اليوم الأخير من الدوري، وقبل 5 أيام من خسارة الفريق في نهائي كأس البرتغال. قائمة اللاعبين المستقلين ضمت 4 من أعضاء المنتخب البرتغالي الموجود في نهائيات كأس العالم في روسيا و3 لاعبين آخرين. اللاعبون قدموا خطابا لإدارة الفريق يشرحون فيه أسباب إقدامهم على هذه الخطوة، لكن المحكمة هي من ستقرر إذا كان اللاعبون تصرفوا وفق القانون، أي أنه من حق اللاعبين اتخاذ مثل هذا القرار في تلك الظروف التي تعرضوا لها أو لا. ما زلنا بالأجواء الرياضية، ومن صحيفة الجارديان صور للاعبي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم أثناء لعبهم في مبارياتهم. نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.